انا ما عرفنا شباب سامعين؟ سامعين دكتور. بسم الله. الان شباب اذا تتذكروا قلنا انه انواع الكنترولرات اللي عندنا ولا انواع الكنترولرات لا نهائيه، لكن اللي راح نتعامل معهم ثلاثه: هي كنترول، هي دي كنترول، وبي اي كنترول، وبي اي دي كنترول، اللي هو عباره عن دمج بين البي دي والبي اي. وقلنا شباب انه اللي بيقوم مقام البي دي كنترول هو الليد، اللي هو عباره عن لو باس فلتر، اللي لا هو عباره عن هاي باس فلتر، وهو اللي دائما بضخ فيز موجب في الدائره، واللي بيقوم مقام البي اي كنترولر اللي هو اللاج، اللي هو لو باس فلتر، اللي هو دائما بدخل فيز سالب. وقلنا دائما ادخال الفيز الموجب بيحسن الريتم ستابيليتي وبيحسن الترانزيت، وادخال الفيز السالب دائما بدهور الترانزيت بس بصلح لك الستيدي ستيت ايرور. فالبي دي كنترولر يستخدم لتحسين سرعه الكنترولر، سرعه السيستم، تقليل الاوفر شوت، ان جنرال اي شيء له علاقه بالستابيليتي او ريليتيف ستابيليتي البي دي كنترولر هو اللي بيصلح لك اياها. الستيدي ستيت ايرور اللي بيصلح لك اياها البي اي كنترول، والافضل اذا البي كنترول لوحده ماشي الحال موجود فتنسى امر اثنين وتستخدم البي كنترول. اوكي شباب، الان شلون نعمل ديسيجن؟ واحد انه البي كنترولر يكفي، اثنين انه اذا كان البي كنترول لا يكفي كويس كيف ناخذ بي دي اللي هو ليد او لا، وكيف نعمل الديزاين بتاعه، اي بمعنى اخر نلاقي البارامترز بتوع الكنترول بتوع الكنترولر ترانسفير فانكشن. في عندنا اليتين تحليل الروت لوكس والبورد بلوت. الدكتور البريات يبغى يبدا في الفريكونسي دومين او يبدا بالبورد، فخلينا نبدا ايش؟ احنا الثانيين بالبورد حتى نعمل شويه سينكرونيزم بين 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 السكاشن. طيب يا شباب الان البي كنترول هو ايش؟ هذا هو النظام تبعك جي اوف اس، وفي عندنا هنا الجيج وتش از التيونينج بارامتر تبعك، وهنا عندنا الريفرنس وتش از يوجوالي يور ستيب، وهذا العمليه في ال بورد بلوت كويس يعطى عندك وصف ديناميكية بتاعت النظام باستخدام البورد بلوت تو السيستم اللي هو الجي اوف اس. فعادة اللي يعطى عندك هنا هو هذول اثنين، الفيز بتاع الجي اوميجا، ويعطى عندك ال 20 لوج magnitude of J omega. الله أعلم كيف شكلهم، لنفترض إنه هذا هو شكلهم. الآن يا إخوان الـ specifications هنا، الـ specifications تعطى الـ system specs تعطى باستخدام الـ ESS والـ phase margin ديزاير. هذه ديزاير فيز مارجن. وعلشان كده اذا عندك مشكله بقياس الفيز مارجن او بفهم ايش هي الفيز مارجن من الكلاسات بتاعت الفريكونسي دومين صلحها الله يخليك، لانه جايه هنا وجايه هنا وبعنف. بالفريكونسي دومين بالبورد عملية التشييك على المواصفات تتم كالتالي: أول شيء كويس تبدأ بالستيدي ستيت ايرور تشيك اي اس اس كويس. فأول شيء بتعمله هنا كويس بتشيك على الستيدي ستيت ايرور،
شاب اي اس اس معناته ايش؟ select a k so that خليني احط هنا يا شباب دي ديزاين كويس هذول الكميتين ديزاين so that in ESS كويس so that خلينا نقول if k equal k0 ماشي او let's give it kc كويس ESS is less than or equal ESS design فأول شيء بتعمله هنا إذا أنت قاعد تعمل ديزاين للكنترولر تبعك بالفريكونسي دومين أول شيء بتعمله بتشيك على الستيدي ستيت ايرور والتشييك على الستيدي ستيت ايرور بتلقى التالي يا شباب إنه تختار قيمة للكي بحيث إنها إيش؟ تعطي اللي خليه وهذه القيمة خلينا نسميها كي سي بحيث إنها تعطي ماشي الحال إن ديزاير ستيدي ستيت ايرور بعد ما تعمل هذا الشيء الآن الفورورد سيستم تبعك بصير كالتالي كي سي وجي او اس فالان بتثبت قيمه الكي هذه على الكي سي بتاعت الستيدي ستيت الان بعد ما تتعامل مع الخطا كويس الستيدي ستيت ايرور بتروح للمرحله الثانيه شيك فيز مارجن بتقيس الفيز مارجن بتاع ايش؟ بتاع النظام هذا وليس الفيز مارجن بتاعت مين؟ بتاعت هذا فالان احنا عندنا اللي عايزين ان نعمله انه الان صار عندنا النظام كي جي اوميجا كي سي جي اوميجا وعايزين ان نشوف ايش هي الفيز مارجن بتاع السيستم هذا خليني انقول الرسمتين هذول هنا لنفترض انه هذه ال 20 لوج ماجنتيود جي اوميجا وهذه اللي هنا الله اعلم ايش هي الفيز جي اوميجا لاحظوا يا شباب انه الداتا شيت اللي بتيجي للنظام تيجي للجي اوف اس، الجي اوف اس هذا ممكن يكون موتور ممكن يكون امبليفاير ممكن يكون اي شيء ومش معقول انهم يعطوك داتا شيت كويس لكل جيل متغير بثبتوا البرودكت بتاعهم على داتا شيت على جيل معين وبيعطوك ال بوب بلوت لايش؟ لهذا الشيء، ممكن اسال الان شلون نعرف الجيم مارجن لهذا اللي هو كي سي ضرب جي اوف اوميجا يعني بمعنى اخر ضربنا هذا كويس اثنين ضربناهم ب بكي سي احد عنده فكره يا شباب؟ ايوه يا اخوان الطيبين انتبه بدلكم قول اي شيء ربك ما خلقتني مثل ما تبغوا اول شيء بتلاحظوا يا اخوان انه الكيسي عندك اكبر من زيرو اذا بتتذكروا قلنا انه الجيل هذا ماشي الحال يجب انه يكون اكبر من زيرو otherwise you will not have a first and third quadrant control, what we call control action. إذا كانت الكي سي أكبر من زيرو، إيش معناته؟ معناته الفيز اللي بتدخله عندك هو نفس الفيز اللي هو على اللي بتدخله هنا قيمته زيرو، أي بمعنى آخر يا شباب؟ إن فيز
بتاع الجي اوميجا هو نفس الفيز بتاع كيسي جي اوميجا. فهذه اول شيء هنا انه هذه هي نفسها كيسي جي اوميجا. دكتور ايوه يا طالب قول. يعني قصدك ان الجين يكون لينير يعني كومبليتلي ما ياثر على الفيز ابدا بس يكون ريل بارت يعني الى الجين. قلنا هذا مو جين هذا كونستنت. قلنا لو كان عندك الكي سي موجب ماشي الحال الرقم الموجب كم الفيز تبعه؟ زيرو. زيرو ممتاز. ولما تحط تو سيستم تضربهم ببعض الفيز الكلي بتاع النظام ايش يساوي؟ ايش يساوي الفيز الاول زائد الفيز الثاني؟ الفيز الاول زيرو والفيز الثاني هذا هو فاذا ايش؟ اثنين الفيزات زي بعض. بس هذا الكيس يعبر عن وش بالضبط يعني؟ يعبر عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى انه يعمل لك فيدباك لوب في مشي الدنيا فيها. فقط لا غير. بيسكلي هذا ماثماتكس، فورجيت اباوت ذا فيزكس، الماثماتكس بتقول لك عندك شيء كيسي فيز زيرو وعندك ماجنتيود of J omega phase J of omega ماشي الحال. فالكمبينيشن تبعتهم حتساوي كيسي في الماجنتيود زائد الفيزات تضرب الماجنتيود الماجنتيود ببعض وبتجمع الفيزات على بعض. الفيز هنا زيرو والفيز هنا J omega. ف ذاتس ات يعني ما فيش فيها غير كده. اوكي الان هنا وي استابلش انه الفيز بتاع هذا هو نفس الفيز بتاع هذا هو نفس الفيز بتاع مين؟ تعال. الآن نبغى الماجنتيود بتاعها. بتلاحظ هنا عندنا ايش؟ عندنا KC in parallel. وهنا بمعنى آخر الماجنتيود هي بتاع السيستم الكلي هو الماجنتيود بتاعها ضرب الماجنتيود بتاعها. ايش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا انه الماجنتيود بول بلوك اللي هو باللوج تاع النظام هذا حيساوي الماجنتيود الاصلي زائد 20 لوج كي سي. طيب اذا بتتذكر الان اذا بتتذكر الفيز مارجن تقاس فين؟ الفيز مارجن تقاس عند الدي بي زيرو. الدي بي زيرو هذه هي بس هذا لمين؟ لهذا السيستم. يا ترى الدي بي زيرو عند هذا وين حتكون؟ هتلاحظوا يا شباب انه هنا زودنا 20. ايش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا انه النقطة اللي على النظام الاصلي اللي كانت ماينس 20 لوج كي سي ماشي لما تضيف لها ال 20 لوج كي سي حتصير ايش؟ حتصير الزيرو تاعت مين؟ تاعت النظام هذا اللي هنا. فهذه النقطه كويس اللي على النظام القديم ناقص 20 لوج كي سي هذه النيو زيرو دي بي اوف لوج اوف وات دي كول اوف كي سي جيرو. So now in order to locate الزيرو دي بي بتاعت الماجنتيود اللي عندها راح نقيس الفيز بنروح على النظام القديم كويس بنشوف وين النظام القديم هذا ساوى ماينس 20 لوج كي سي. هذا ايش معناته؟ معناته لما نضيف ال 20 لوج كي سي هذه حترتفع على الصفر وهذه حتكون النقطة كويس هذه حتكون الاوميجا سي اللي عندها انت ممكن تقيس الفيز مارجن. فالان ايش بنعمل؟ بنمد خط من النقطة هذه للنقطة هذه اللي هنا وهذا التعطيك ايش؟ هذا التعطيك الفيز اوف
جي عند الأوميجا سي. الآن إذا بتتذكروا الفيز مارجن بتاع النظام الجديد هذا هي عبارة عن جي أوميجا سي ماينس 180. وتذكروا هذا الكلام من تعريف الفيز مارجن. خليني أشيل الكلام هذا اللي هنا. الآن if phase margin أكبر من phase margin desired ماشي؟ أي بمعنى آخر عملنا القياس هذا ووجدنا إنه phase margin هي أكبر من phase margin desired ماشي؟ هذا معناته he control is enough كويس and ضبط قيمة الكي هذه عند الكي سي. فالكي سي اللي طلعتها من هنا ماشي الحال هي الكي سي اللي انت ممكن تستخدمها في الفيدباك سيستم هذا حتى انها تحقق المواصفات، والمواصفات هذه بتيجي ب ال ستيت ستيت ايرور وبديزاين ستيت ستيت ايرور وبالديزاين فيز مارك. اوكي كما ترون هذا فيش فيه أي شيء جديد اللهم إلا إنه كومبينيشن للكلام اللي تكلمنا عنه من الأول. الآن إذا هذا معناته إحنا الآن قلنا إنه أوكي إذا الشرط هذا تحقق كويس وبالحركة هذه وجدنا إنه الفيز مارجن بتاعت النظام الجديد هذا كويس ساوت للمواصفات اللي إحنا عاوزينها خلاص البي كنترولر بتاعك هذا كافي. الان الوجع الراس بيجي متى؟ بيجي انه اف الفيز مارجن اقل من الفيز مارجن ديزاير. قلنا يا شباب كل ما زادت الفيز مارجن، قلنا الفيز مارجن هي مقياس للاستقرار النسبي بتاع النظام، وكل ما زادت كل ما ايش؟ كل ما الوضع عندك صار افضل. فالان اذا حصل عندنا بعد ما انه والله ضبطنا الكي هذه على الكي سي وعلينا الجين وحصل انه نتيجه تعديل الجين انه والله الفيز مارجن بتاعك ليس كافيا. الان ايش نعمل؟ مشكله اذا كان عندنا الوضع مثل كذا هذا يا اخوان معناته انه يوز ليد سيركت تو سبلاي دلتا فيز مارجن اللي هو الديفرنس في الفيز مارجن اللي هو حيساوي عندنا فيز مارجن زائد ماينس الفيز مارجن بتاع النظام. فاذا اذا كان عندك الوضع هنا انه النظام اوكي بعد بتعمل الكلام اللي قلنا عنه وكان النظام عنده الفيز مارجن جيده ضمن المواصفات خلص بتروح مع البي كنترول وتحط هنا ايش؟ simply a case ماشي ماشي امورك. المشكله الان هذا اللي هنا انه في حاله حصول عجز على الفيز مارجن وانه والله الفيز مارجن اللي انت قستها هنا لا تكفي كويس حتى انها تحقق المواصفات. هنا فرق لا يوجد عندنا الا ان نستخدم الليد سيركت. وهنا النظام تبعك بصير هذا الكلام لا يكفي ف النظام الان عندك راح يصير كالتالي خليني فهنا يجب انك
كي سي هنا بتحط ليد ساكت ماشي وتذكر انه الليد ساكت 1 اوفر الفا 1 بلس الفا تاو اس على 1 بلس تاو اس وهنا خليني اشيل هذا الكلام اللي هنا وهنا يا شباب حتحط عندنا الجي اس And this is now your system. You have to stick a lead circuit حتى انها تلبي العجز في الـ في الـ في الـ شو اسمه في الـ في السيستم تبعك. اوكي اذا بتتذكروا فخليني انقل هذه هناك فقط عشان اوسع شويه مساحه وهذا الكلام خليني اشيله. فالان الكنترولر بتاعنا اللي بيلبي الحاله هذه بيتعامل مع الحاله هذه هو هذا. سي 1 اوفر الفا 1 بلس الفا تاو اس على 1 بلس تاو اس نركز على اول شيء خليني انقل الالفا هذه انقلها هنا so this is gonna be kc over الفا خليني احطها هنا خليني الان اركز على الشيء الثاني 1 plus الفا تاو اس على 1 plus تاو اس اذا بتتذكروا الماجنتيود بلوت بتاع هذا كيف كان؟ سوري there is one خلينا احط لها الوضع مره ثانيه الليد فالليد هذا شلون الماجنتيود بلوت بتاعه كان؟ عند الزيرو كان ماينس 20 لوج الفا بعدين عند ال عند الاوميجا زيرو على فكره 20 لوج ماجنتيود جي كنترولر اوميجا بعدين so this is 1 over alpha tau this is 1 over tau it's gonna be like this بعدين يا شباب الكنترول ديزاين من راسه لرجليه في approximations كثيره واحد من الابروكسيميشنز اللي انت تتعامل معها هذا اللي هنا يعني خلينا نقول بعت حبهب You probably laugh, بس صدق أو لا تصدق. هذا اللي هنا يا شباب عندك هنا زيرو وعندك هنا ماينس 20 ألفا. فقالوا الجماعة إنه ليش وجع الراس هذا؟ افترض يا أخي الكريم إنه هذا عندك ماينس 10 لوج ألفا. ف approximate magnitude هذا ماشي الحال and this is omega and this is 20 log magnitude g controller of omega فبقول لك انه approximate magnitude هذا كخط مستقيم
ماشي؟ عند وين؟ عند الماينس عند الماينس عند الماينس 10 لوج الفا. أرجو من الله إنها إيش؟ تكون العملية واحد. طيب الآن يا شباب عايزين نطلع الفيز بتاع السيستم هذا بتاع الفيز مارجن بتاع السيستم هذا. وين الفيز مارجن بتاعت النظام هذا يا شباب حقيقي؟ لنفترض خلينا نبسط العملية خلينا نبسط العملية شوية ونفترض انه الكيسي تساوي واحد. خلينا نفترض هنا انه الكي سي عندنا سالب واحد. ايش رايكم؟ نرجع لهذه مره ثانيه. This is 20 log magnitude j omega and this is الفيز بتاع الj omega. إذا استوعبت الكلام اللي تكلمت عنه قبل شوية، شلون الآن أطلع الفيز مارجن تاع النظام الجديد هذا؟ خذ الأبروكسيميشن هذا بعين الاعتبار. أوكي شباب، probably it's a good idea إني آخذ حضور وإيش؟ I restart الزوم. يا الله. عامل السفياني موجود؟ يا دكتور ممتاز اوكي معناتها لساتك لوج بين. ابراهيم العطوي موجود؟ ابراهيم العطوي موجود موجود. علي الجزائري موجود؟ جزائري علي علي يا جزائري يا جزائري اوكي لوج بين وروح. نواف البطني موجود؟ موجود نعم يا دكتور. محمد المضحي موجود دكتور. حسين موجود دكتور موجود بس حيقفل الزوم بعد شويه. عبد العزيز الزامل لا زوم لسه باقي له 8 دقائق. موجود دكتور موجود الزامل. الفرع محمد عبد الله الفرع موجود. عبد الله الفرع يا عبد الله يا عبد الاله مش موجود. عمر خليفه موجود موجود يا دكتور. ممتاز لو سمحتوا بليز لوك ان مره ثانيه واكثر الله يخليك نشوف كم واحد راح يرجع لكم. اوكي يا شباب خلينا نرجع رجع 28 من 29 من 38 يعني مش بطال. اوكي بنفس الطريقه يا اخوان الالفا موجب الالفا هذه موجبه مما يعني انه الالفا ما راح تدخل فيز جديد على السيستم. الكنترولر تبعك احنا نتذكر اخذنا الكي سي واحد اخذنا الكي سي واحد. الكنترولر تبعك الان ماشي ايش قاعد يعمل؟ الكنترولر تبعك قلنا شكله كذا اعوج شويه الماجنتيود ريسبونس تبعه قلنا حتى نسهل الامور. واجين يا اخوان الكنترول ديزاين كلها تبسيط في تبسيط. Actually to be honest with you انا مش فاهم ليش بيستخدموها هاي بالرغم من انك ممكن الان مع سرعه الكمبيوتر انك تخلي كمبيوترك يطحن ويطلع لك كل هذه خلال ثواني. وان اكيور بدون اي تبسيطات. But nevertheless this is what we have. فالان ال هذا الريسبونس يا اخوان بسطناه على انه خط مستقيم انه بياثر على الماجنتيود ريسبونس بخط مستقيم قيمته ناقص 10 الفا. اجين الكي سي هنا اخذناها واحد ما تنسى الشيء هذا. اي بمعنى اخر لما ندخل الليد سيركت او الليد كنترولر عندنا حيطلع عنده هنا ناقص 10 الفا ناقص 10 اسف لوج الفا.
طيب شلون الان النيو فيز مارجن كيف حنحصلها؟ اذا يا شباب حطينا طرحنا ناقص 10 الفا ناقص 10 لوج الفا فقيمه الصفر هنا وضع قياس ثاني ل 20 مضمر قيمه الصفر الجديد للنظام هذا وين حتصير؟ يعني هذه كويس لما تطرح منها 10 لوج الفا اي قيمه هنا حتتحول لزيرو ماينس 10 لوج الفا يعني يا اخي فلما نطرح من الماينس 10 لوج الفا نطرح منها كمان ماينس 10 لوج الفا النقطه حتتحول هذه لزيرو بوزيتيف 10 لوج الفا بمعنى اخر يا شباب بتروح على ال 10 لوج الفا هنا كويس وهذه ايش بتعطيك؟ واضح ان لما نضيف الناقص 10 لوج الفا اللي جاي من الماجنتيود ريسبونس تاع الليد كنترولر اللي هي هذا هاي النقطه اللي هنا راح تتحول عندك لايش؟ راح تتحول عندك لل راح تتحول عندك للنيو 0 دي بي والزيرو دي بي يا شباب الزيرو دي بي ماجنتيود هي النقطة اللي أنت بتقيس عندها الفيز مارجن. أوكي. فإذا هذه النقطة، هذه هي الأوميجا سي. شباب، إحنا دخلنا الليد هذا ليش؟ لأنه في عندنا أوكي. الآن إذا بتتذكروا الفيز ريسبونس تاع الكنترولر كيف شكله؟ تكفينه؟ something like this. البيك تبعته يا شباب، البيك تبعته موجودة عند هذا حيكون طبعا محصور بين البول والزيرو خارج البول والزيرو اللي هو I think this is one alpha sorry Where is the lead? Yeah. هذا 1 over tau square root of alpha إذا ما كنت مخطئ. No, so excuse me. This is 1 over alpha tau and this is 1 over tau. ماشي. When maximum, in phi max, mx هذه ماشي حتكون عند اضرب هذا في هذا وخذ السكوير روت تبعهم 1 over tau square root of alpha. الان يا شباب ايش اللي عملناه هنا؟ حددنا نقطة الاوميجا سي اللي عندها الفيز مارجن. الان احنا يجب ان ندخل مين؟ يجب ان ندخل الليد كومبنسيتر حتى انه يلبي العجز بالفيز مارجن. اطلعوا هنا هتلاحظوا انه الكنترول الليد كومبنسيتر لو انك ممكن تحطه كده وممكن تحطه كده هل اننا لو حطينا الليد كومبنسيتر الفيس تبعه حطيناه هنا او هنا النظام راح يستفيد وراح ندخل فيز موجب فيه واضح يا شباب لا لانه قيمه الفيز هنا وقيمه الفيز هنا اللي بدخلها الليد كومبنسيتر على النظام صفر فيجب انه يجب انه حتى ان تكون عندنا العمليه جيده انه نخلي الماكسيمم فيز تاع الكومبنسيتر ماشي الحال الليد كومبنسيتر موجوده على النقطة الأوميجا سي هذه وهذا بيعطينا أول معادلة نظام إحنا مش هنا حسبنا الأوميجا سي كويس فهنا أول معادلة نظام إن الأوميجا سي ألا وهي النقطة اللي
عندها يقاس الفيز مارجن تاع النظام هذا كويس تاع النظام هذا يجب انها تتوائم مع موقع الماكسيمم البيك الماكسيمم بتاع الفيز الموجب بتاع الكومبنسيتر وهذا معناته اول معادله ديزاين 1 اوفر تاو سكوير روت اوف الفا هاي المعادله رقم واحد انت بتستخدمها حتى انك تطلع الالفا وتطلع التاو يا ترى يا شباب المعادله الثانيه حنجيبها من وين المعادله الثانيه يا شباب هي من قيمه الفيز ماكسيمم بتلاحظوا ان الفيز ماكسيمم الفيز اللي مدخله الكومبنسيتر على النظام يجب انه يسد العجز بالفيز مارجن هذه الدلتا فاي اللي النظام بيستقر لها حتى انه الترانزيت بتاعته تكون جيده يجب انها تيجي من الليد كومبنسيتر وهذا تعطيك المعادله الثانيه اللي انت بتحتاجها حتى انك تعمل ديزاين الكومبنسيتر الا وهي اذا بتتذكروها انه الفيز ماكسيمم تاع الكومبنسيتر يساوي الفيز ماكسيمم يساوي ساين انفرس الفا ناقص واحد الفا زائد واحد فالمعادلة الثانية يا اخوان هي انه العجز بالفيز بتاع النظام حيساوي يجب انها يسدوا الفيز اللي بدخله الكمبنسيتر على النظام الا وهو الفيز الاكس الا وهو ساين انفرس الفا ماينس 1 على الفا زائد 1 من هذه المعادلة بتطلع كويس هنا الكمبيوتر ألفا بعد ما الكمبيوتر ألفا بتروح لهنا فهذه هذه المعادلة رقم اثنين after الكمبيوتر ألفا you go here and you compute tau ماشي الحال وفي الحالة هذه ايش بصير عندك هنا بتكون حصلت التاو والالفا تو مين؟ تو الكومبنسيتر ووضعك والله اعلم المفروض يكون كويس اذا فهمت شيء من الكلام اللي انا قلته هل في حدا عنده سؤال يا شباب؟ ما فيش بالتأكيد، أوكي. الآن في شيء يجب أنك أنت تلاحظه هنا ألا وهو أنه الألفة في الليد سيركت أكبر من واحد ماشي؟ وإحنا اخترنا الكيسي هنا احنا اخترنا الكيسي بتاعتنا حتى انها تلبي الستدي ستيت ايرور فخليك حريص اذا كان الحرص مكان وانه يا اخي الكيسي برايم اللي هي الكيسي اللي يجب انك تدخلها هي عباره عن الكيسي اولانيه مضروبه بألف اي بمعنى اخر يا اخي الكريم الكومبنسيتر تبعك حيكون كالتالي مش احنا اول شيء حسبنا الكيسي اللي بتعطيك اياها اللي بتاعت الستيدي ستيت ايرور فهذه الان هنا بتحط مكانها كيسي برايم كويس وهنا بتحط الليد كومبنسيتر اللي هو 1 اوفر الفا اللي حسبتها من هنا بلس الفا تاو اس على 1 بلس تاو اس وهنا بتحط النظام تبعك الجي اس وبتسكر الباب وصدق او لا تصدق والافضل انك ما تصدق انه هذا الديزاين تاعك راح يشتغل والله اعلم
اوكي كده يا اخوان بتصمم الليد كنترولر في حاله فشل البي كنترولر ماشي بالفريكوانسي دومين عن تلبيه الـ 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 المواصفات اللي هي الستيدي ستيت ايرور وال شو اسمه هذا وال والديزايرد فيز مارجن. طيب خلينا ناخذ مثال على المشكله هذه شلون نعمل الديزاين هذا اللي هو مثال الكتاب يا شباب وحتلاقيه بشكل 10. الكتاب يقول لك انا عندي النظام التالي 1 over s تربيع اللي هو ماس دخل عليها فورس بتطلع على ايش هنا اكس وانا بقول لك ديزاين الكنترولر so that ESS is less than or equal to 0.2 وانه الدلتا is less than the S 0.1 is point less than 0.2. الكتاب عاطيكم الكلام هذا لا رانك احنا خلينا متواضعين ونقول ناخذ يونت ستيب. اول شيء يا شباب بتلاحظوا هنا ايش؟ انه اول شيء بتعمله طبعا انك بتفحص ايش؟ الان يا اخوان الرجال هذا اعطيكم هنا لاحظ ايش؟ اعطيكم الديزاير دلتا. اعتقد اني ذكرتها في محاضره البود بلات الفيز مارجن والجين مارجن وقلنا انه العلاقه التقريبيه بين الدلتا والفيز مارجن هي انه الفيز مارجن تقريبا تساوي 100 ضرب دلتا. اي بمعنى اخر انه الفيز مارجن ديزاير اجين كلها علاقات الديزاين تقريبا كله علاقات تقريبيه واللي بيخلي العلاقات التقريبيه تشتغل هذه هو نوع من الادراك لكليه النظام كيف كل قطعه تشتغل مع الثانيه. اي بمعنى اخر يا اخوان انه الديزايرد فيز مارجن عايزينها 20 ديجري. اوكي خلينا اول شيء نفحص تيست البي كنترول. ما اعتقدش انه في وقت اني اعمل الديزاين بتاعي بس على الاقل لتس تيست البي كنترول. فالان وي وونت تو تيست الاخ هذا. ايش رايكم يا شباب؟ This is 1 over s squared. فهذا السيستم actually is type 2 system. الستيدي ستيت ايرور تبعه ماشي الحال لا يونت ستيب فانكشن ما يعني حيعطيك زيرو بدون اي مشاكل. لكن ليت اس تيست شو اسمه هذا الفيز مارجن اوميجا ذس از 20. لاحظ يا شباب انه ال 1 over s squared هذه اذا انت so this is your g of s ال g of omega تبعها هي حتساوي minus 1 over omega squared فاذا يا اخوان ال g so this basically this is your ال g of omega هي minus 1 over omega squared. طيب so this is 20 log الماجنتيود بتاع الجي اوميجا
and this is a phase بتاع الجي اوميجا. هذه هتساوي هنا عندك سلو بي ناقص 40 جي بي. ممكن اسال الفيز بتاع هذه كم يساوي يا شباب؟ الفيز بتاع النظام هذا كم يساوي؟ ايوه فالناقص واحد ترانسليتس ل 90 يا اخي 180 يا 180 مضبوط كلامك. فإذا يا شباب الفيز بتاع هذا كويس هو 180 ديجري. طيب أحد يقدر يقول لي كم هي الفيز مارجن بتاعت النظام؟ أيوة شباب حد يتبرع ويقول كم الفيز مارجن هنا؟ مش متبرعين؟ خلينا نشوف. مبين عليكم علقة محترمة. الزيرو دي بي هذه هي. زيرو دي بي معناته الماجنتيود يساوي واحد. فعند الزيرو دي بي بتسحب خط بتشوف كم الفيز عند الماجنتيود يساوي واحد. ستجد يا اخي انه هذا الفيز كم يساوي؟ اوكي خليني احكي مع حالي ايش داعي احكي معكم. يساوي 180 درجه. مما يعني يا شباب انه الفيز مارجن هنا هتساوي الجي اوميجا عند انه الجي اوميجا يساوي واحد ناقص 180 وهذه هتساوي 180 ناقص 180 وهذه هتساوي صفر. مما يعني يا اخوان انه البي كنترول لن يقدر ان يسد العجل لن يقدر انه يلبي الديزاير سبيسيفيكيشن بتاع النظام. فإذا على السريع هنا ماشي الحال we need lag آسف we need lead to supply الدلتا ام الدلتا فاي ام اللي هي 20 ناقص 0 اللي هي 20 درجة. وإن شاء الله ربنا أحيانا كويس راح نكمل الاكزامبل هذا ونعمل اكزامبل ثاني في المحاضره القادمه. كما ترون يا شباب اذا ما بتعرفش ايش هي الفيز مارجن كويس وظنيتها مجرد شيء تكلمنا عنه وراح تعرفش تقيس الفيز مارجن من البود بلوت وضعك غير سياحي راح يكون في الشكل بتاع الديزاين. فالله يخليك حاول انك تراجع ايش هي الفيز مارجن وإن ربنا أحيانا بنشوفكم المحاضرة القادمة اللي حلو.